صلى الله عليه وسلم. هنراجع النهارده حبيبي محفوظات الترم الثاني حبيبي، بس هفكر حبيب قلبي ازاي نتعامل مع مظاهر الجمال وازاي نتعامل مع الشر. لان حبيبي قلت لك قبل كده يا ابني، قلت لك قبل كده حبيب قلبي استاذك، ان الطالب المتمكن والطالبه المتمكنه من فرع المحفوظات هو الذي يجيد شيئين. ايه هما يا مستر؟ اول حاجه حبيبي كيفيه استخراج مظاهر الجمال، تاني حاجه حبيب قلبي كيفيه الشرح. ايا كان بقى الشرح حبيبي تنطوي للقران الكريم أو الحديث الشريف أو حتى أبيات شعرية اللي هو بيسموه النشيد. النهاردة حبيبي هعرفك يا رناد، هعرفكم حبيبي إزاي نستخرج مظاهر الجمال وهنطبقها على درس نحب مصر من الترم الثاني حبيب قلب أستاذكم. طيب كيفية استخراج مظاهر الجمال، نغير لون القلم عشان يظهر لحبيبي، وتعالوا حبيبي نيجي هنا ونقسم الورقة بتاعتنا في كيفية استخراج مظاهر الجمال. هنقسم الورقة بتاعتنا اللي قدامك لأربع حاجات، أربع حاجات بس معاك يا مستر. شكرا حبيبي. رقم واحد يا حبيبي نتعامل مع الكلمة، ازاي يا مستر نتعامل مع الكلمة؟ كنت قلت لك قبل كده حبيبي ان احنا نتعامل مع الكلمة لو كانت فعل وطلعت فعل ماضي نقول يفيد الاستقرار والثبوت. ولو مضارع يفيد التجديد والاستمرار. يعني انا لو قابلت يا حبيبي في الحديث الشريف للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم او ايه قرانيه او حتى نشيد شعر نص شعري وقابلت فعل ماضي يا ابني، اقول فعل ماضي يفيد الاستقرار والثبوت. احنا بنتكلم مظاهر جمال تذوق ادبي، سميها مواطن جمال في اعدادي، سميها بلاغه في ثانوي حبيبي، احنا بنعلمك كيفية التعامل مع اللغة في أكاديمية المستقبل. تمام، ما نقولش بقى فعل ماضي مبني على الفتح، احنا مش نحو، احنا مش نحوية يا جوطة. تمام، حتة الاسم بقى مفرد وجمع سيبها شوية، خليك دلوقتي في الفعل الماضي والفعل المضارع، نمشي خطوة خطوة حبيب قلب أستاذك. رقم اتنين حبيبي ابني وبنتي نتعامل علاقة الكلمة بالكلمة. حبيبي علاقة الكلمة بالكلمة ثلاث حاجات، ايه هما يا مستر؟ لا اما بيساووا بعض، ده بنسميه الاتنين معنى واحد بنسميه ترادف، لا اما الاتنين عكس بعض وده بنسميه تضاد، لا إما الكلمة بتتكرر نفس الشكل نفس الحرف نفس المعنى نفس التشكيل، وركز في التشكيل، نفس التشكيل حبيبي، يبقى الكلمة دي تكرار، يبقى في تكرار للكلمة، كأن الكلمة بصة في مراية
حبيب قلب استاذه تمام لغايه دلوقتي يا مستر سهله. لا حبيبي التكرار هنا تعالى نكتبها. الترادف يفيد ايه؟ برافو عليك يا حبيبتي، ترادف يوضح المعنى، تضاد يقوي المعنى، يقوي ويؤكده. مدرس غيري، معلم فاضل غيري، او معلمه فاضله، او بابا او ماما، او اختك او اخوك، قال لك حبيبي يبرز المعنى ويقويه، يقوي المعنى ويبرزه، يوضح المعنى ويقويه ويبرزه. قول اللي حبيبي، قول اللي تقوله يا بابا. انا اهم حاجه عندي تعرف ان العلاقه ما بين الكلمه والكلمه ترادف، او العلاقه بين الكلمه والكلمه تضاد، او العلاقه ما بين الكلمه والكلمه تكرار يؤكد المعنى. تمام يا مستر لغايه دلوقتي؟ يبقى نتعامل مع الكلمه يا حبيب قلبي، نتعامل مع فعل ماضي نقول يفيد الاستقرار والثبوت، فعل مضارع نقول يفيد التجديد والاستمرار. ده استقرار، ثبوت، ثبات، وده تجديد واستمرار، الاستمراريه، حركه، مستمر. ده الفعل المضارع، عشان كده بندخل عليه سوف، سين سوف، سوف يذهب ابي او سيذهب ابي، عشان كده في حته المستقبليه سين المستقبل او سين سوف. حبيب قلبي رقم ثلاثة بعد كده حاجه اسمها الاساليب، وعشان الاساليب كتير تعالى حبيبي افكرك بيها في الصفحه اللي جايه، وهنبقى نرجع تاني للصفحه دي. الاساليب، اول اسلوب حبيبي الامر والنهي. اذا مستر بتعلمني غلط ليه يا جوكر؟ انت بتقول اسلوب اسلوب، ايه امر ونهي دي مع بعض؟ ليه حطيت لي الامر والنهي مع بعض؟ بالراحه عليا يا يوسف، انت شاطر وجميل. الامر والنهي يا حبيبي دي بنسميها اساليب الطلب. ايه اساليب الطلب دي يا مستر؟ هقول لك يا حبيب قلب المستر يا بابا. بص يا رنال، بص يا ردينا، الامر هو طلب فعل شيء معين. وقلت لحبيبي تكرارا ومرارا ان همزه شيء على السطر لانها متطرفه بعد ساكن، شيء ان شيء ان شيء ان، حسب موقعها في الجمله. الامر طلب فعل شيء معين، بطلب منك حاجه حبيبي، اقرا قرانك، صل صلاتك، صم شهرك حبيبي، التزم بحصتك، طع معلمك، بأمرك حبيبي، وده طلب فعل شيء معين. أما النهي طلب الامتناع عن فعل شيء معين. حبيب قلب أستاذك طلب فعل شيء معين ده أمر، طلب الامتناع عن فعل شيء معين ده نهي. الغرض منهم هما الاثنين أربع أغراض بتمشي مع الأمر وكذلك مع النهي، عشان كده يا يوسف أنا جبت لك الاثنين مع بعض سوا سوا. فعل الأمر يا ابني وأسلوب النهي، لو كان من الكبير يا مريم للصغير، واحد كبير بيأمر أو ينهي، الاثنين واحد، الاثنين نفس الغرض، بينطبق عليهم نفس الغرض لأنهم أساليب طلبية، بس ده بيطلب يعمل، ده بيطلب ما بيعملش. من الكبير للصغير، من الصغير للكبير، من الله للعباد، من العباد لله جل في علا. طيب من الكبير للصغير، من الكبير للصغير حبيب قلب أستاذك غرضه
النصح والإرشاد. بابا بيأمرك، المستر بيأمرك، خاله بيأمرك، عمه عمته ماما، غرضه النصح والإرشاد. من الصغير للكبير بنأمر بابا، ده انت طول النهار ماما عمالة تأمر في بابا وانت بتأمره، والراجل الغلبان عمال يدفع. غرضه حبيبي مش النصح والإرشاد، لا يا أمر لا يا سكر، غرضه الرجاء والتمني، يا رب بابا يوافق يا رب. تمام تمام. طيب، من الله للعباد غرضه حاجتين، هتلاقيه في القرآن الكريم، لإما التكليف أقم الصلاة، لإما النصح والإرشاد في بعض الآيات اللي هتقابلها حبيبي. من العباد لله حبيب قلب أستاذك غرضه الدعاء والتوسل لله عز وجل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا فعل أمر، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا فعل أمر. أمر غرضه الدعاء والتوسل لرب العباد. يبقى الأساليب حبيبي، الأساليب دكتوري، أول حاجة الأمر والنهي يا ابني، وقلنا أربع أغراض للأمر والنهي، إذا كان من الكبير للصغير، من الصغير للكبير، من الله للعباد، من العباد لله. تمام. بعد كده بابا في حاجة اسمها أسلوب التوكيد يا ابني، أسلوب التوكيد. أسلوب التوكيد متعدد الصغار. إزاي يا مستر؟ هقول لك حبيب قلب أستاذك، أسلوب التوكيد لإما أسلوب مؤكد بإن، وكمان أختها الثانية أن. حبيب قلب أستاذك يبقى أسلوب مؤكد بإن أو أن، جميل. وكمان عندنا أسلوب مؤكد بقد، برافو. واخواتها قد، لقد، فقد، وقد. كمان حبيبي احنا اخدنا اتنين من التوكيد، اخدنا بالتوكيد فينا مستر، ما احنا اخدنا حبيبي التضاد يؤكد المعنى، يبقى التضاد يؤكد المعنى، وكمان التكرار يؤكد المعنى. يعني احنا اخدنا اربع صيغ دلوقتي، ايه الاربع صيغ؟ اسلوب مؤكد بإن وأن، اسلوب مؤكد بقد، اسلوب مؤكد بالتضاد، اسلوب مؤكد بالتكرار، كمان بالنفي يا حبيبي، بالنفي. يا ابني النفي هو نفي ابعاد، يؤكد ابعاد صفه او شيء عن المنفي عنه. حبيب قلب استاذك يبقى النفي من اساليب التوكيد، النفي اسلوب النفي من اساليب التوكيد. انا لا احب الكذب، انا كده باكد ان انا جوايا ما بقبلش حاجه اسمها الكذب. حبيب قلبي يبقى اخذنا بابا اسلوبي الامر والنهي، وكذلك حبيب قلب استاذك اخذنا اسلوبي اسلوب التوكيد. تعالى يا بابا ناخد حبيبي اسلوب تاني خالص اسمه اسلوب النداء. اسلوب ايه؟ اسلوب النداء. ايه اسلوب النداء يا حبيبي؟ طيب اسلوب النداء اما اجي انادي على حد، اجي انادي على حد، يا فلان ادي البوق اهو بنادي، يا فلان يا علان، ادي اسلوب النداء. اسلوب النداء يا حبيبي بيجي لك في المرحله الابتدائيه ثلاث حاجات. الحاجه الاولى أما يجي الشاعر ينادي على مصر، حاجة تانية أما يجي ننادي يكون أسلوب النداء ننادي على شيء على غير عاقل،
يا ترى ده غرضه ايه وده غرضه ايه؟ بس كده؟ لا يا حبيبي، ده كمان لما يكون انسان ينادي على انسان. حبيب قلبي استاذك، الشاعر لما ينادي على مصر او اسلوب نداء ينادي على غير العاقل او انسان ينادي على انسان، حبيبي اعرف ان اسلوب النداء بابا حاجه من اتنين، لا اما لفت انتباه لا اما يوضح ويبين شده حب فلان لكذا. هنشوف دلوقتي. اما الشاعر ينادى على مصر هنقول ايه؟ بص يا ابني، اسلوب نداء هتقول لي يبين شده حب الشاعر لمصر، صح؟ طب هو بينادى على مصر، يبقى اسلوب نداء شبه مصر بانسان ينادي عليه وهو يبين شدة حب الشاعر لمصر. مصر ما خدناش ليه؟ لفت انتباه. مش للدرجات دي يا حبيبي، مش للدرجات دي جوكر ولا ايه يا احمد يا مصطفى؟ مش للدرجات دي. لا، هي مصر انسان عشان يلفت انتباهها؟ لا. اي نعم، الشاعر له حريه ابداعيه ومساحه كبيره من الابداع والحريه والخيال في اشعاره، بس مش لدرجه ان نقول لفت انتباه مصر، لا مش للدرجه دي. تمام. اسلوب نداء ننادي على غير العاقل هنقول شبه الشاعر كذا بانسان ينادي عليه برضه ويبين شده حب الشاعر لهذا الشيء. لا، بينادى على شجرة، بينادى على قمر، يا قمر، شبه الشاعر القمر بإنسان ينادى عليه ويبين شدة حب الشاعر للقمر. طيب، أما إنسان ينادى على إنسان، هي دي اللي لفت انتباه بقى، هي دي اللي لفت انتباه. أما أقول يا منى مصطفى حبيب قلبي، أما أجي أقول يا سما، أما أجي أقول يا جنى، أي حد من أولادي في أكاديمية المستقبل في الصفوف المختلفة، أما أجي أنادي على حد من الصف الخامس حبايبي اللي سامعني، اجي انادي عليه، انا كده بلفت انتباهك عشان في حاجه مهمه. يبقى انسان ينادي على انسان هنا بابا غرضه لفت الانتباه. هنقف لغايه هنا حبيبي. اسلوب التعجب واسلوب الاستفهام واسلوب النفي، احنا اخذنا النفي برضه يا بابا يفيد التاكيد حبيب قلب استاذك. فاضل لنا بس يا بابا اسلوب التعجب واسلوب الاستفهام، نشوفهم بعدين إن شاء الله، ولو قابلناهم نبتدي نتعامل معهم. حبيبي تعالى بقى نطبق حبيب قلب أستاذك على نص نحب مصر حبيبي. وبعد كده بعد ما خلص حبيب قلب أستاذك هبتدي أفتح الصوت لحبيبي وأستمع إلى التعليقات ولمن يريد أي توضيح أو إيضاح. حبيبي قبل ما ندي أبابا اللي أنا شرحته لك لغاية دلوقتي وقلت لك هذا الكلام تكرارا ومرارا قبل ذلك، ولكن مش بمكثف كده، كان على فترات عند تناول الأبيات أو الآيات أو الحديث الشريف. حبيبي دي مش كلها مفاتيح مظاهر الجمال حبيبي، أنا بدي لك البدايات وانت ابني عليها بنيان الإبداع في البلاغة ومواطن الجمال ومظاهر الجمال. مصر لنا منذ القدم رمز الجلال والعظم، مصر هضي يحيى العلم. حبيبي لو قلنا يا بابا مصر لنا منذ القدم رمز الجلال والعظم، هنا الشاعر هنشتغل بقى على الكلمة الفعل الماضي والفعل المضارع، ولو فعل أمر نشوف غرضه من كبير لصغير، من صغير لكبير، من الله للعباد، من العباد لله. تعال نشوف. مصر لنا منذ القدم، في فيرب في فعل؟ لا يا مستر. رمز الجلال والعظم، الجلال يعني العظم العظمه،
والعظمة هي الجلال. والعظمة الله يعني في امتداد للمعنى. يبقى ممكن نقول على دول ترادف حبيبي يوضح المعنى. يبقى احنا كده يا بابا اشتغلنا على علاقة الكلمة بالكلمة في اسلوب مصر لنا منذ القدم رمز الجلال والعظم. ده جملة اسمية، ودي مصر مبتدأ، ودي رمز خبر. لان لو وقفت على مصر وقلت مصر مالها، هتقول لي رمز الجلال. مصر لنا مالها، مصر مالها، لنا مالها، منذ كده مالها، رمز الجلال والعظم. بقت دي الخبر حبيبي مرفوع بالضم. طب هنا مفيش اساليب، يبقى اخش على كلمة تعبير جميل. يبقى تعبير جميل من الشاعر احمد محرم اللي كل اشعاره تحمل الاصلاح في المجتمع. اسلوب جميل او تعبير جميل، انا اسف، تعبير جميل يوضح شدة حب الشاعر وتقديره لمصر. هتقول لي باسلوب تاني، ايوه يا مريم ينفع ان انت تقولي حبيبتي. تعبير جميل يوضح فيه الشاعر عظمة مصر وجلالها منذ التاريخ ومنذ القدم. شاطرة، برافو عليكي، عودناك يا بابا في أكاديمية المستقبل ان انت يبقى لك اسلوبك، ان انت يبقى لك اسلوبك حبيبي. تمام. مصر النهضي، فعل امر، فعل امر حبيبي من الشاعر لمصر بيقول لها النهضي. يبقى هنا دعاء من الشاعر لمصر بان تفيق وان تتقدم وان تعمل وتجتهد. حبيب قلبي قال لي، او حبيبه قلبي قالت لي، يا مستر انا ممكن اقول شبه مصر بانسان ينصحه بالنهوض، النصح والارشاد بان تنهض مصر وتتقدم وتعمل من اجل رقي اولادها ابنائها وبناتها. احسنت، لقد اصبت الهدف، 10 من 10، انت ممتاز، لك ابداعك، لك مساحتك التعبيريه حبيبي. وظيفه المعلم والمعلمه ان يعطيك البدايات، ولك ان تنطلق في رحاب اللغه العربيه. مصر النهضي، يحيى العلم حبيب قلبي، ام العلوم والفنون، شبه مصر بالام التي تتميز بصفتين، صفة العلم وانتشاره وصفة الفن وانتشاره. حبيبي ام العلوم والفنون، حبيب قلبي، سادة بنوها الاولون، سادة بنوها الاولون. تعال مستر هنا تاني ليه يا حبيبي يا احمد؟ عشان هنا ممكن نقول تعبير جميل يوضح ان مصر بلد العلم والفن. الله عليك يا ابني، الله عليك وتعاملك اللغوي مع مظاهر الجمال يا حبيبي. ام العلوم والفنون، سادة بنوها الاولون، تعبير جميل يا بابا، يوضح، يوضح فيه الشاعر احمد محرم ان مصر تسبق العالم في الحضارة منذ بدء التاريخ. جت حبيبتي قالت له مستر انت فوتت 2. انا حبيبتي 2؟ طب قولهم لي كده بابا بعد اذنك يا مستر. يحيى فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار، تجديد واستمرار تعظيم المصريين او تقدير المصريين لعلم بلادهم. يحيى العلم، الله. ممكن اقول شبه العلم بانسان يدعو له بالحياه والاستمرار والعيش الهنيه. جميله حبيبي، صح والله. تعامل انت يا بابا لغويا، حس بيها، اسمه تذوق ادبي. فين الثانيه حبيبتي؟ ما انت ممكن تقول لي ساده فعل ماضي يفيد الاستقرار والثبوت. اقسم بالله انت شاطره وممتازه، برافو عليك يا حبيبي، برافو عليك يا حبيبتي. ومثلما كانوا نكون، زي ما هيكونوا، زي ما كانوا، احنا ان شاء الله نكون. يبقى تعبير جميل يوضح فيه الشاعر احمد محرم. وقرر كتابتك لاسم الشاعر بتدي انطباع كويس جدا عند المستمع كمعلم وعند المصحح كمعلم او معلمه. ومثلما كانوا نكون، إنا عليها قائمون. أحسنتي، أحسنتي يا حبيبتي. كانوا يا بابا تفيد الاستمرار تفيد الاستقرار والثبوت، استقرار وثبوت الحضارة الفرعونية حتى الآن. نكون فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار،
تجديد العزم والإصرار واستمراره في نفوس المصريين من أجل بناء وطنهم. اشتغل بابا، استخدم مفاتيح بنديها لك، استخدم حاجات بنأسسك بيها يا بابا، وتعامل انت معاها ولك ابداعك، وعلمتك ان خضر لاسلوب، الكتاب لاسلوب، سلاح التلميذ لاسلوب، اي كتاب خارجي لاسلوب، انت وانت لكما اسلوبكما. والله اسلوبك انت وهي يا حبيبي احسن من اساليبنا كلنا، ومثلما كانوا نكون انا عليها قائمون. اسلوب مؤكد بان يؤكد فيه الشاعر احمد محرم، ما تزهقش، اكد فيه الشاعر احمد محرم ان المصريين قائمين ومستمرين في بناء بلدهم وبناء وطنهم. نرعى العهود والزمم، نرعى العهود والزمم، نرعى العهود والزمم حبيب قلب أستاذك، نرعى فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار. نرعى العهود والذمم، تعبير جميل من الشاعر الجميل أحمد محرم يا حبيب قلب أستاذك، بأن مصر بلد تحترم المعاهدات والمواثيق وبلد مؤسسات. تعال نكمل يا حبيب. نحب مصر مخلصين. برافو عليك حبيبي، خلاص نتعامل مع الجملة، مع الكلمة الأول، وبعد كده علاقة الكلمة بالكلمة، وبعد كده الأسلوب، وبعد كده تعبير جميل. نحبه فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار. كمل. حاضر. فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار، واستمرار حب وتجديده في قلب الشاعر وقلوب أبنائها. نحب مصر مخلصين ونفتديها. نفتديها أي نقدم فداء لها ونضحي من أجلها أيا كان الفداء يا حبيبي. الشاعر هنا مش المقصود بس فداء الجسد والدم والحرب من أجل الوطن حبيبي، فنحن نضحي في السلم مثلما نضحي في الحرب. حبيب قلب أستاذك، أعرف حبيبي أن تضحية السلم لا تقل يا بابا عن تضحية الحرب بالنفس والروح والدم حبيب قلبي. ونفتديها أي نضحي من أجلها أجمعين. طيب، كلمة مخلصين أي شديد الإخلاص، متفانين في حب مصر. تعبير جميل يوضح فيه الشاعر شدة حبه وإخلاصه لوطنه مصر. ونفتديها، نفتديها فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار. تجديد أن الشاعر يفتدي بلده ويفتديها ويضحي من أجلها في كل وقت وزمان. أجمعين، كلمة أجمعين جاءت لتبين أن جميع المصريين هم فداء لوطنهم وإنهم يحبون وطنهم. فيها حيينا، حيينا فعل ماضي يفيد الاستقرار وثبوت أن عاش المصريين في عزة وكرامة معززين. فيها حيين مكرمين وهي الحياة للبنين. حبيبها تعرف بعدين في إعدادي إن تقديم حرف الجر والمجرور فيها يفيد التأكيد. لازم تتألق للأمانة حبيبي. حبيبي من ضمن أساليب التأكيد يا حبيب قلب أستاذك إن أنت بابا تقدم الجر والمجرور في بداية الجملة، ده يفيد التأكيد يا بابا. فيها حيينة، تقول لي أسلوب مؤكد بتقديم الجر والمجرور، لازم تتألق برضو يا بابا. فيها حيينة مكرمين، مكرمين جاءت جمعا لتبين أن جميع المصريين أو نسبة كبيرة من المصريين يعيشون في مصر في عزة وكرامة. وهي الحياة للبنين جاء بضمير الغائب لمصر ليشبه الشاعر المصري بأنها إنسان يحيا ويحيا في أمنه وسلامته البنين. والمقصود بالبنين البنين والبنات، ده المقصود بابا. كلمة البنين جميع أولاد مصر، رجال ونساء، بنات وأولاد. هي الوجود والعدم حبيبي، الوجود
والعدم بينهما تضاد. يبقى احنا بنشتغل على الكل يا مال، بعد كده علاقة الكلمة بالكلمة. أستاذ خضر قال لك اشتغل على الكلمة فعل ماضي ومضارع بس، والكلمة بالكلمة تضاد وترادف وتكرار. بعد كده الأساليب واشتغلنا عليها، وبعد كده حبيبي تقول لي تعبير جميل. مستر أنا عايز أسألك سؤال، تعبير جميل يوضح فيه الشاعر، يوضح فيه الله عز وجل، يوضح فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. مستر عايز أسألك سؤال، اتفضل حبيبي. هو أنا ممكن من البيت الواحد أطلع مظهر جمالي 2 3 10 20 100 يا مستر 200؟ طلع حبيبي باين شغلك، ده صيغة مبالغة طبعا، أنا ببالغ، مش معقول تطلع لي 100 ولا 200 مظهر جمالي. قصدي كلام أستاذك إن أنت حبيبي ما توقفش إيدك، لا ما وقفهاش يا بابا. أمال يا مستر اكتب يا بابا طلع مظهر 2 3 4 5. انت في اكاديميه المستقبل يا بابا بتتعامل وبتعرف كيف تتعامل مع اللغه العربيه. انت مش بس بتدرس حبيبي محتوى تعليمي في فتره سنيه معينه، لا يا بابا انت بتتاسس يا حبيبي. هي الوجود والعدم، الوجود والعدم، يبقى هنا علاقه كلمه بكلمه. ايه الوجود هو العدم هو الفناء، الموجود هو اللي قد فنى؟ لا يا بابا، يعني واحد عايش دلوقتي زي واحد مات من 100 سنة؟ لا والله رحم الله أمواتنا، لا طبعا يا بابا. الوجود والعدم تضاد، يبرز المعنى ويقويه ويوضحه. قول يا بابا زي ما تقول، المهم عندي في المرحلة بتاعتك دي، المرحلة السنية دي، تقول لي تضاد وتعرف العلاقة ما بين الوجود والعدم. لفظ الوجود كلمة الوجود، لفظ العدم كلمة العدم، بينهما تضاد. نبني لها خير البناء. نبني فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار. يا مستر زهقنا بقى يا حبيبي. التكرار يثبت المعلومة عند الشطار. نبني لها خير البناء، مش أي بناء، ده أحسن بناء وأفضل بناء، أحسن كوبري يتعمل في مصر، أحسن مؤسسة تعليمية تتعمل في مصر. والله يا بابا وفي نهضة رائعة اليومين دول نلمسها ونحن في مصر هنا. حبيبة ما ترجع إن شاء الله سالما غانما، هتعرفها يا بابا وهتلمسها بإيديك كمان في أرض الواقع. نبني لها خير البناء، نعلو بها إلى السماء. نعلو بها إيه؟ إحنا هنرفع مصر؟ لا، قصده نعلو باسم مصر عاليا حبيبي. وترك الجزء وفرض الكل، وقال لك نعلو بها ليبين الشاعر مدى مكانة مصر في قلبه. نعلو بها مش اسمها بس، ده احنا هنرفعها كده فوق الناس كلها. نعلو بها إلى السماء، إلى السماء دليل على الرفعة والمنزلة العالية. فسيقوم الشعب وأبناء مصر المخلصين بأن يرتفعوا باسم بلدهم عاليا خفاقا بين الأمم وبين العالم ككل، كما قد فعلها من سبقنا من أيام الفراعنة. فقد مر على مصر حضارات كثيرة، أيام نجاحات وأيام ليست بنجاحات، وندعو الله عز وجل أن نعود ثانيا إلى أيام النجاح وأيام الحضارة ندين فيها بالوفاء. ما تزهقيش حبيبتي. ندينه فعل مضارع يفيد التجديد والاستمرار بالوفاء. الوفاء هو تنفيذ الوعود، تطبيق الوعود، ان انت تعمل اللي انت وعدت بيه، تنفيذ الوعد، الوفاء. ومصر اولى، ومصر اولى احق بالفداء بالتضحية. ندين فيها بالوفاء. تعبير جميل من الشعر، برافو عليك أحمد محمد. يوضح فيه حبيبي وحبيبتي أن المصريين مدينين إلى وطنهم، فيزيدنا فخرا أننا مصريين.
اقسم بالله النهارده انا كنت في تدريب يا ولاد لبعض المدرسين، والله كانت مدرسه بكت امامي من شده حبها لوطنها. والله انا قلت ان الموضوع ده قل في البلد، لسه موجود يا حبيبي، شده حب المصريين لوطنهم رغم الظروف، رغم الظروف اللي احنا فيها، احنا بنحب بلدنا ندين فيها بالوفاء. وعدناك يا مصر وسنوفي بالوعد، سننهض بك في وقت السلم وننهض بك في وقت الحق وندافع عنك في وقت الحق، سنضحي من أجلك نفتديك سلما وحربا. في السلم يا مصر سننهض بك ونعمل على تقدمك ورقيك، وفي الحرب يا مصر سنقوم ونحارب ونضحي بأنفسنا من أجلك يا مصر، ندين فيها بالوفاء ومصر أولى بالفداء. لو مصر ما ضحناش من أجلها هنضحي من أجل مين؟ ده أنت تسمع كلمة مصر قلبك يرقص لو كنت مصري بجد، وخصوصا الإنسان اللي طلع بره مصر واشتاق إلى أرض مصر. ومصر أولى بالفداء، شوف يا بابا، ومصر أولى بالفداء، يعني لو ما فدناش مصر هنفدي مين؟ شوف الجمال، تعبير جميل يوضح فيه الشاعر عشقه لمصر، حبه ايه وشدة حبه ايه، ده عشقه لمصر. ومصر اولى بالفداء، هي الحمى، المكان اللي نحميه والمكان اللي يحمينا. كلمة الحمى كلمة تحمل معنيين، تحمل معنى المكان الذي احميه، وتحمل معنى المكان الذي احتمي فيه، بتستخدم في الاثنين حبيبي. هي الحمى، هي اللي بدافع عنها، هي اللي بحميها وبتحميني، انا فيها محمي في حماها، واذا احتاجت الي لاحميها احميها وافتديها بروحي ونفسي. هي الحمى وهي الحرم، المقصود بالحرم هنا، وقلنا حبيبي إن الشعراء ساعات بيستخدم كلمات من الممكن لغير دارس اللغة العربية يسميها شطحات. لا يا بابا، هنا بيستخدم المعنى اللغوي، المعنى اللغوي الاصطلاحي لكلمة الحرم، وهي المكان المقدس، يعني مكان ممنوع تقرب منه، أهل بلدي بس اللي يعيشوا فيها، محدش مستعمر يدخلها، ممنوع الاقتراب والتصوير حبيبي. وليس المقصود هنا نهائيا الحرم المكي أو المدني، حاشا لله، لا أبدا، المقصود هنا المعنى الاصطلاحي اللفظي، المعنى الحرم وهو المكان المقدس. حبيبي خلصت معاك النهاردة كيفية استخراج مظاهر الجمال، وطبقنا على نص نحب مصر. وعد مني إن شاء الله في حصة قادمة سنعيد سويا ونراجع كيفية شرح الأبيات وشرح الحديث الشريف وشرح الشعر بطريقة مستر الخضرة بطرف في أكاديمية المستقبل. هفتح ليكم حبيبي الصوت، ويا رب حبيبي يكونوا كانوا مركزين معايا حبيب قلب أستاذهم. ونبتدي نسأل حبيبي، واخد رينات بنتي، تعالي يا رودة، كله يقفل إلا رينات. استفدت حاجة من الأستاذ خضر النهاردة يا رينات؟